تريدين أن تلقيه في النار يا يوكابت؟ هل هذا معقول؟ هذا ما أوحاه إلي ربي. هذا الكلام لا يقبله عقل. أتريدين أن تلقي به في الموت المؤكد؟ ماذا أصابك يا عمران؟ هل نسيت ما حدث لجدنا إبراهيم عندما كانت النار بردا وسلاما عليه؟ إذن افعلي ما أوحاه الله إليك. أما أنا فسأذهب بعيدا، فلا أستطيع مشاهدة هذا الموقف. ولكن اترك لي مريم وخذ معك هارون. أمي، لقد اشتريت الصندوق يا أمي. وأنا انتهيت من رضاع أخيك يا مريم. إذن هيا بنا إلى النهر يا أمي. هيا بنا يا مريم. يا رب، إني سأفعل ما أوحيت به إلي، وإيماني بك هو ما يدفعني إلى فعل ما يعتبره الناس جنونا. يا رب، لقد آمنت بك، فأنت رب جدنا إبراهيم ورب إسحاق ويعقوب وإسماعيل. أسألك أن تعيد إلي ابني سالما، ثبت قلبي، ثبت قلبي يا رب، يا من جعلت النار بردا وسلاما على جدي إبراهيم، اجعل الماء أمنا وأمانا على ابني. يا رب. يا رب، يا رب، يا رب، إني أريد أن أرى ابني ثانية، فهذا وعدك الذي أوحيت به إلي. ربي، أعده سالما معافا قويا.
يا أمي لقد أصبت، فإن رأسك ينزف دما. بل إن قلبي هو الذي ينزف يا مريم. يا مريم اذهبي وراء الصندوق حتى تعلمي إلى أين سيذهب، ثم عودي إلي وأخبريني. سرق أموالي. انتظر، لا يوجد سوى هذا الرجل الذي سرق أموالي. لم أسرق شيئا أيها الشرطي، فأنا رجل شريف. فلتغلقوا مخارج السوق حتى نفتش الجميع. يا أخي انتظر، يا أخي لا تتركنا أنا وأمي وحدنا. يا أخي انتظر. إن هذا الرجل يلقي النقود. كان شك الرجل صحيحا إذن. لقد ضاع أخي. افتحوا أبواب السوق. الصندوق. يا للهول، إنه قصر الفرعون. يا إلهي يا إلهي، أنقذ أخي، أنقذه من يد الظالمين يا إلهي.